احنا وليدي ناعسين غير في الزنقه، ما من نهار لصقولينا هذيك القاب راحت، ما عمر حد سول علينا وطلع علينا هذا الشيء. الحمد لله جاب الله جات كربصنا هنا. احنا حتى واحد ما احنا في حفير، راه اللي جات تا تيفرقوا عليه، وتا حنا عمر شي واحد ما وصلنا ولا لحقنا ولا عطانا شي حاجه من واحد الكريتينا، لا عطونا ما عمرنا ما عطونا والو. المشكله وليدي كلشي مترتقى من الفوق، الدروج ولا كلشي ما كاين كيدخل ليا. احنا كلشي لينا بوليداتنا ملي لينا تناكلوا في الزنقه ونطيبوا في الزنقه ونعسوا في الزنقه. ما ارتا وليدي هما كلشي الناس دايرين الكويتنا وناعسين غير في الزنقه. حنا مفرشنا قدام هذا المحل ديالنا طيح علينا وقاعدين فيه. هاو وليدي ما مات حد، ما ترى حتى مشكل، ولكن الدار مترتقه جاب الله لقانا مازال ما نعسنا. خرجنا بكري كي جا داك المشكل كي خرجنا، الله يجعل ربي يدفع علينا وعليكم البلا والباس. واش بنقول لك وليدي، وحق الله من تندخل غير تنخاف وترجع من الدروج تنجري نعود. حوايجنا في الفوق كلشي في الفوق، دوك الدريبلات اللي خرجنا هما اللي قاعدين. هاد المنطات غنص جابوهم ليا بنتي جابتهم ليا من سيدي بلقاسهم فرت الناس، وحق الله العظيم. واش واقع هو الواقع؟ حنا السكنه انت تشوف الله يعطي الله شي ديال الطرا وشي ديال البريك، وجات الزنزمان الله تعالى وكمل هاد الشيء. وانت تشوف الناس مساكن شاعلهم في الملاح، الطيور ديال اللي قدام كاينين فيهم، وهما تتشوف هنا وهنا كاع هنا عمر، وسيدنا الله يعفو عليه وينصرو. راه تعاون مع المساكن كلهم، حتى دوك الطاحيات اللي في الجبل مساكن الله يعاونهم، ضحاو مساكن وباقي تيضحوا، ويديروا هادشي تاوين مع هاد الناس مساكن، واخا غير يطلقوا لهم غير شي رخصه لا ما كاين والو. مع سيدنا تبارك الله، الله يرحم، الله يرحم الوالدين. ايوا هنايا راه شحال من حي كاين الملاح اللي خلاو ليه ودرا فيه الطيور ديال البريك وديال اليود، مازال كاينين قدام، وراه الناس كارين فيه مساكن. حنا راه ساكنين هنا اصلا، عندنا واحد الضريه ديال التراب ساكنين فيها حنا وخوتنا ومجموعين الاخرى، راه هي كاع ديك ديال السي مرميت شقات. المهم انت تشوف الله يعطي الله، راه الناس انا والعزيرين والناس كاع كلهم مساكن. هو بغا يكونوا هنا كاين الملاح، وكاين هذيك درباقه، وكاين هنا الملاح احفير، وكاين هنايا كاع هادو راه ساهل الاحياء. هنايا كاين الملاح وكاين ملور الاحفير ملور، وكاين هنا انت تتشوف، انت تتشوف الطيور كاع بالسمار مترتقين كلهم مضرورين. والاسر بغا يكونوا فايته شي 200 هنا ولا 250 فايته، ما بين الملاح ودرباقه وهنا حتى 300 كاع تحسبها انت عينك ميزان وتتشوف. والله عطا الله هو هذا. عندنا الشلخ بزاف، كلشي تشلخ الدار، فهمتي؟ راه شتي كلشي بعينيك، راه هضرتي في الدار، عرفتي الخطر اللي عندنا دابا؟ راه ما باقينش تنعسو فيها مثلا، ما من هنيين راه حنا في الزنقه تنباتو دابا كاع بثلاثه باربعه، حنا تما عائلات كلشي بولادهم، كلشي بولادهم، كاين ثلاثه كاين اربعه كاين جوج، كاينين بزاف د الناس هنا مضرورين، كاينين في الملاح حفير حدا الصور تما خطر كاع، تا هو هما كلشي ناعسين هنايا في حفير. اش غنقول لك؟ راه لا اله الا الله، هادشي هو هادشي ما شاء الله. الدراري راه مخلوعين، ما تيبغوا يدخلوا حتى للدار دابا، وراه هما في الغسل فاسميتو فاش في الخزانه دابا، هما ما تيبغوا ياكلوا تما، يلاه تيبغوا يدخلوا تيدخلوا، هادشي تيخافوا. اجي من هنا وتشوف هذا الفوق هذا هو حيد.